انا لو قلت ان انا مش ناوي اشجع الجزائر في كاس العالم هل كده ابقى كفرت؟ لا طبعا. يعني ابقى راجل وحش؟ لا طبعا. ده انت لو قلت غير كده لا ما خلاص راجل وحش. هم نزعوا من جوانا حته الاوروبا، ونزعوا من جوانا حته ان احنا نتعامل بمصداقيه ونتعامل بروح حلو. لا مش العروبه، حته ان احنا نشجع كدوله. انا قصدي ايه يعني كدوله؟ النهارده مين اللي دلوقتي هيمثلك في كاس العالم؟ هم. انت النهارده تقدر تشجع الجزائر نفسيا؟ نفسيا تقدر يا استاذ احمد؟ ولا هشجعهم تقدر ولا الهوى ولا هات لي مواطن هشجع هات لي مواطن اثيوبي. حركه الطائرات واذا ايضا الوصول لبعض المصريين في تجمعات معينه والقدره على نقلهم الى المطار، في تقديري ان من هنا لغايه بكره مثلا الساعه 12 1 الظهر يكونوا 75% 80% من المصريين كلهم رجعوا. هو طالما الحركه بدات يبقى احنا مطمئنين على اولادنا ان شاء الله يرجعوا بالسلامه. في الصباح حركه الطيران هتكون ممكن تبقى افضل منه كمان حاجة كل الناس ترجع بسلام ان شاء الله باذن الله. خلينا ناخد الفنان مصطفى كامل. مصطفى كامل اهلا بيك فندم. مساء الخير يا استاذ عمرو. مساء الخير يا استاذ احمد. اهلا بيك فندم. ازيك خالد؟ ازيك يا درش؟ يا استاذ عمرو انا قاعد، سامحوني انا قاعد هموت من الغيظ، انا عمال ابعت حتى مسجات للاستاذ مصطفى السقا، انا هموت من الغيظ. احنا يا استاذ عمرو النهارده نجري من شعب احنا حررناه من كان بيتهتك عرضه، احنا النهارده يتقال علينا بنجري وناس تقول استخبوا وناس تقول مش عارف اجروا، ده داخلين علينا واحنا ما يا عم احنا مصر ما كناش رايحين حرب يا مصطفى. احنا مصر يحصل فينا انا بقى قاعد بسمع زمايلي كده الناس النجوم الكبار دي وهي عماله تقول لك الحقنا داخلين علينا، احنا نوصل للمرحله دي يا استاذ عمرو؟ رايحين ماتش، رايحين ماتش كوره. ماتش ده مش كوره يا ريس، دي مش كوره اللي حاصله دي، دي مش كوره، ده شعب اقل بكتير جدا من اللي عملوا فينا يا استاذ عمرو. يا جماعه يا استاذ احمد والاستاذ خالد يوسف مع احترامي بقى ليه، هو راجل صاحبي، يطلع يقول لك احنا اشقاء. اشقاء ايه وبتنجان ايه ونيله ايه وزفت ايه؟ اشقاء ايه؟ اشقاء ايه يا ريس؟ احنا عندنا هنا جزائريين اقسم برب العز علي الحرام من ديني لو انا معاهم في الجزائر اقسم بالله يرجع مموت منهم يا راجع ميت. لا يا راجل صلى الله على النبي. لا 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 اصحابي لا 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 هيقتلهم يا ميت. احنا مقدرين مشاعرك يا مصطفى، عندنا احترام للناس مقدرين مشاعرك وبنحترم الناس.